طبعا الخيول العربية الأصيلة مارسنا تربيتها من أب عن جد ومتوارثة لدينا من الآباء والأجداد، وهي داخلة في تراثنا وحياتنا، حتى يعني أسماء الخيل نحاول نسميها على أسماء أبنائنا وبناتنا. فهالخيل هاي ربيناها من قديم حب في الخيل. هذه الخيول نربيها بتعاون وكأسرة واحدة، من سايس إلى مدرب إلى مربي، كلها مع بعض يدا بيد. فكادرنا العمل يتألف من 5 أشخاص يشملون المدرب والمربين، وأيضا أنا مشرف على الطبابة والتدريب. شاركنا بسباقات نعتبرها دورية من قبل الشباب الرياضة ومن قبل مربين الجزيرة، أقاموا سباقات نعتبرها شهرية، وشاركنا في هذه السباقات وحصلنا على ألقاب عديدة. وقديما أيضا شاركنا في مهرجانات تدمر كممثلين للجزيرة السورية، في مهرجانات تدمر، مهرجانات اللاذقية، مهرجانات الديماس، والآن اقتصرت مشاركاتنا على دير الزور والحسكة. هناك أكثر من 35 رأس خيل، طبعا عم تتكاثر الحمد لله رب العالمين، في منها عم ولدت وفي منها عم نستنى أنها تولد، ونحاول الحصول على دماء طيبة وقوية. حصلنا على هذه الخيل تربية، في منها ولادة عندنا وفي منها اشتريناها من محافظات بعيدة حصولا على الدم النقي والدم الجيد من محافظات دمشق وحمص وحماة، ومرورا بدير الزور. وأيضا حصلنا على خيول من مربين الحسكة، نعتبرها تكملة لما موجود عندنا من جواهر قيمة. طبعا هذه الخيول تواجهها صعوبات جمة، هي هذه الصعوبات تتمثل في قلة الموارد العلفية، وطبعا ما في دعم من المنظمات أو من الإدارات الحاكمة، لأنه هذه الخيل يلزمها علافي، يلزمها عناية طبية بيطرية في قلة بالأعلاف، قلة أعلاف، وفي قلة أدوية، ما تتوفر الأدوية. أحيانا نحتاج حصان لدواء معين، نضطر الاتصال بخارج سوريا من أحد الأصدقاء يكون موجود بالخليج أو موجود بألمانيا أو موجود، فيحاولوا لنا. طبعا الطرق تعرفون مصاعب الطرق والتحويل، تروح لها أشهر يكون حصان مضى على إصابته وقت، يكون أكل أصوابه يعني.